ان شاء الله يوم النهارده، هطلع كده باذن الله اروح اودي الصفايح بتاعه المنشار تستان عشان شغلي، تمام، واطلع ان شاء الله اشتري خشب، اشتري الخشب من على طريق المينا كده ان شاء الله، وارجع بقى عشان ايه نبدا شغلنا باذن الله. لان انا ده يومي النهارده، انا باجر العربيه ديت اليوم اللي انا بطلع فيه اجيب الخشب ايه فيه، تمام، وانا بطلع اسوق الشغل. انا باجي هنا بسن الصفايح، هنا صفايح المنشار بتاعتي بقى بيعمل لي الايه الشغل بتاعي هنا عنده. الله يسلمك، ازيك حاجه وليه؟ بشوف الصفايح ده كده عايزاها سن وتفليج وجمع كل حاجه، تمام. في صفايح ليا جاهزه، طيب انا اروح اجيب الخشب بتاعي، تمام، واعدى على حضرتك اخدها، تمام. الو، السلام عليكم، ازيك يا احمد؟ ايوه يا احمد، انا الوقت القطاعه عندي فيها عطل، تمام، فانا محتاجه حضرتك تعملها. لا فيها صوت جامد، ومن ناحيه البلي فيها صوت جامد، وعايزه العمود يتزود شويه. ايوه طيب، اجل حضرتك امتى؟ لا انا مستعجله لان في شغل ومطلوب. طيب ماشي، اجل حضرتك عشان نشوف فيها ايه ان شاء الله كده ويتعامل مع بعض، هشرح لك انا فيها ايه بالظبط وتعمله. خلاص ماشي يا احمد، ماشي، خلاص ماشي، انا جايه لك اهو ان شاء الله. السلام عليكم. هتعمل لي بقى الماتور من هنا كده، وتعمل لي الصينيه من هنا، تمام، بس بسرعه يا احمد عشان محتاجين ايه نشتغل. هتخلصها لي في قد ايه بقى؟ ان شاء الله يوم الخميس. ولاد بلدنا بقى الجدعان بتوعنا، تمام، الشغل بتاعنا يجهز على طول يا احمد، ماشي، عشان ايه نشتغل. ربنا يسهل كده ونمشي ايه ادي المكنه وتخلص، ونخلص المكنه اللي بعد كده باذن الله، تمام، ماشي يا حاج احمد. انا الخشب ده انا بجيبه من على طريق المينا، الخشب ده انا بجيبه سدايب، السدايب دي بستخدمها بعمل منها دوسر، وبعمل منها كمان ايادي للفرش. انا جوزي توفى من 6 سنين، سايب لي 4 اولاد، بنتين وولدين، بنت وولد متجوزين، وولد في الجيش، ومريم الصغيره هي اللي معايا دلوقتي. اول ما مات نزلت اشتغل في الدوسر على طول. انا بقى دلوقتي راح كفر البطيخ عشان اشتري العلاقات. عشان انا ما عنديش الامكانيات اللي انا اعملها في ورشتي، فبعمل فبتتعمل هناك، فبروح اشتريها. العلاقه ديت اللي هي بتبقى في الدولاب اللي بنعلق على، بنحط عليها النشابه اللي بنعلق عليها هدومنا. ده اول طريق المينا، ده المكان اللي بنشتري منه الخشب، الخامات بتاعتنا. ده عباره عن ايه، ده الناس سريحه، ودول بيشتروا منهم الايه الخشب بتاعهم. السريحه بقى عباره عن ان هم بيروحوا الاماكن اللي هي الورش النجارين، بيلموا الفضلات منهم اللي هو الخشب ده، بيجيبوه بيبيعوه هنا، دول بيشتروه واحنا بنيجي نشتري منهم.
ده السدايب، دي السدايب دي نظيفة جدا وخامتها نظيفة جدا. ديت بتيجي بين الطبالي اللي بتيجي من الخارج اللي احنا بنستوردها، يعني ده خشب روماني يعني خشبته نظيفة جدا، يعني ده شق بلاده. نمشي مع بعض. لا لو في عندك بصل ادخل من دي شوية، لو ادخل من دي حاجة بسيطة كمان اخد مثلا 100 كيلو. لا حاجات يعني. لا مش هجربه لشغل تاني، بعمل منه ايادي فرش. دي دوسر، دي دوسر. لا انا عايز ادخل من دي شويه. طيب ما انا بقى انا عايز بتاع ال 18 اللي هي اللي الثانيه كده اللي هي بتاع الفرش والحاجات اللي هي بتاعت الفرش دي. أيوة. انا عايزه بقى منها 100 كيلو. لا عايزها ضيقه عندي شويه، ضيقه هوا. طيب دي هتبقى بكره الصبح موجوده، ما فيش عندك دلوقتي حاليا؟ سامح بيجيبها. طيب ماشي. طيب شوف لي دول بقى، اوزن لي دول. بقول لك انا يا معلم. طيب ماشي يا عمار، حط شويه بقى ربنا قدام عليا. ماشي ده 600، ده لسه 600 دول بقى ايه، ربنا يسهل بكره كده ولا حاجه، بس ابعت لي سامح بشغل. الله يبارك لك. ماشي هحاسب بس الناس التاني. هبدأ الوقت أشتغل. أول شغلي باخد السدايب دي هشق على المنشار. ده مقاسات، أنا اخترت 3 مقاسات أشتغل فيهم على قد إمكانياتي. نزلت الشغل عشان أنا ما احتاجش لحد، ما احتجتش لحد خالص بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما عنديش استعداد ان انا امد ايدي لحد ولا اقول لحد ان انا محتاجة. بشتغل ابوهم الله يرحمه قال لي، هو اللي عودني كده وعودني ان انا لا اقول لحد اديني حاجة ولا عايزة حاجة ولا اي حاجة. عايزة تشتغلي اشتغلي. والحمد لله ربنا اداني الالهام واداني الصبر، ثقة في نفسي، ووقفت اشتغلت وعملت ناس كتير لغاية ما وقفت على رجلي. انا كده دلوقتي بقول الحمد لله الحمد لله، وافضل اقول الحمد لله لاخر يوم في عمري ان انا لا احتجت لحد ولا هحتاج لحد. الاولاد اللي بيشتغلوا معايا دولت اهليهم هنا، حبايبنا وجيراننا،
دول حابين ان هم اولادهم يتعلموا، مش الولاد دول بس، كل الضميطة بتحب تعلم اولادها، لان احنا هنا وراثة. كمثل بنتي مريم شايفة امها بتقف على منشار، واقفة في ورشة، واقفة بتشتغل، فانا ماما هاجي معاك يا ماما الورشة، ماما انا عايزة اعمل كذا، ماما انا عايزة اشتغل، بس طبعا انا بعلمها الحاجة اللي ممكن ما تضرهاش، المنشار طبيعي خطر. كذلك برضو الاولاد اللي معانا، الاولاد دولت مش شغل بس عندي، لا ده في جميع الورش كلها، لان احنا الضميطة لازم بنعلم ولادنا في المدارس وبنعلم ولادنا في ورش كمهنة. الاولاد ديت بيقولي فترة الصيف، انما في الشتاء طبعا عشان المدارس بيجوا بقى بيتعلموا بيتدربوا. مجرد ما الولد بيبقى عنده 12 سنة او 13 سنة بيبقى كامل الفكرة عن الشغل، ممكن يبقى يتم 16 سنة يقولك انا عايز افتح ورشة لنفسي. يبقى احنا كده بنربي ولادنا على الشغل، على العمل، على ان هو ما يحتاجش لحد، ان هو ما يقولش لبابا كل يوم هات، لا انا بعرف اشتغل، انا بعرف اعمل حاجة. فبنعلم ولادنا الاعتماد على النفس، ما يحتاجوش لحد، ما يقولوش ان احنا ما عندناش شغل، لا في شغل، فحر في الارض واشتغل. محمد دلوقتي بيوقف على مكنة البراية بتاعت الدوسر، تمام؟ هو شافني وسمع عنها فائجة، حب يعمل ايه؟ هو لسه متخرج من الثانوية، قالك اجازة الصيف عايز اشتغل، فجالي قال انا عايز مكنة، انا وابن عمي عايزين مكنة ونشتغل عليها في الصيف. قلت طيب ماشي، فعلا اخدته وعملت له مكنة وبدأ يتدرب دلوقتي، حاليا هو الوقت التدريب عندي على المكنة على البراية، فتدريب دلوقتي بيوقف على البراية بيعمل دوسر كده بيجري. بالنسبة لمحمد تدريب، وبالنسبة لنادر برضو تدريب. دي القطاعة اللي بنقطع عليها الدوسر، بتقطع مقاسين 12 و14. انا كده دلوقتي بنقض يعني الحاجه القصيره، حاجه قصيره زي دي كده تمام ما تنفعش، فبروح رمياها، باخد السليمه بس عشان ايه النجار ما بيستعملهاش. باخد السليمه فقط لا غير، حاجه صغيره تطلع في ايدي برميها وانقض الكويسه نفس المقاس ده، مقاس اسمه 37. ببدا اوزن هنا، الميزان يبقى على 700 جرام. بعد وفاه جوزي ما توفى شفت حاجات كتير واسفت من ناس كتير، فاضطريت فعلا ان انا اتجوز، وبرضه ما توقفتش. الناس قالوا ان انا خلاص اتجوزت بقى هقعد من الشغل ومش هشتغل وكده، انما انا اشتغلت واستمرت في الشغل ولازم اشتغل عشان انا اصرف على بنتي واصرف على اولادي، لان مفيش حد يصرف على بنتي ولا اولادي غيري طول ما انا عايشه. شغلتي دي خلتني اعيش بين الاسود ولازم اكون اسد. انا بحب الولاد الصغيرين جدا، والولاد اللي بيشتغلوا معايا هنا، اولاد الجيران بيجوا يقعدوا معايا هنا عايزين يتعلموا، عايزين يشتغلوا مع طنطهم، فبيجوا معايا هنا في الورشه، واهلهم يبعثوهم البيت يقعدوا معايا في البيت، لان ضحكتهم عندي الاطفال دي في الدنيا والمتاعب كل حياتي، وبخرج واتفسح وعايشه حياتي، اروح راس البر، ادخل السينما، ادخل السيرك، انا بحب السيرك جدا لان السيرك بضحك فيه، وباخد الولاد معايا عشان يضحكوا، بتبقى متعة. الدوسر دي منها بتتعمل منها مقاسات كتير، ديت بتخش في الديكور. الدوسر دي بتتصدر، يعني في ناس بييجوا من الأردن بيطلبوا مننا هنا بالأطنان عايزين مقاسات، بس أنا إمكانياتي محدودة
ما اقدرش ان انا ايه، نفسي مشروع يكبر، ونفسي المشروع دوت شباب كتير تشتغل فيه وشباب كتير تعمل فيه عشان تشتغل معايا، ونفسي اصدر، لان فعلا ده بتصدر بدل ما استوردها، لان الصين هنا بنستوردها من الصين. طب انا استوردها ليه؟ طب ما انا اصنعها بنفسي من الخشب بتاعنا. هبدا اعمل الفرش، فرش الغيره والمكبس. دلوقتي الفرشه الكبيره مكان الفرشه دي، لان ديت ب 20 جنيه على ما توصل للنجار ب 20 جنيه، دي احنا بنستوردها، فاحنا بنعمل البديل مكانها اللي هي دي، بتوصل للنجار ب 5 جنيه وبتقعد معاه 4 شهور. ودي الصغيره مكان اللوره ديت ب 2 جنيه ونص، ودي ب 8 جنيه برضه، بتبقى سهلة للنجار ومتناول الجميع. ودي بقر الصولة ديت اللي بنربط بها. بنجيب الخشب، طبعا انا قطعته على المنشار. الخيط ده بنجيبه من المحلة الكبرى، ده مخلفات الخيط المصانع، فبنجيبه سليم طويل، وبنبدا احنا نقطعه بالمقاسات اللي احنا عايزينها، مقاسات معينه، وبنساويها. ده استك، ده مخلفات الكاوتش بتاع العجل، بنجيبه بنقصقصه وبنعمله استك. وده فرشه سلك، بنسرح الفرشه كده. وارجع اجيب الاستك تاني اهو. وارجع اسويها بقى كده عشان كلها تبقى مسويه واحد. دي كده كل امكانيات الفرشه، ايد الصوله والخيط. احتياجاتي بقى مقص والفرشه. خشب الدوسر اللي احنا بنشتغل به، اللي هو السدايب اللي هي بتيجي بين الطبل اللي بتيجي من بره، ده اللي احنا بناخده وبنستخدمه وبنعمله دوسر. استخدام الدوسر دي في اوض النوم، في الصوالين، في السفره، في جميع الموبيليا كلها الدوسر دي بتستعمل فيها كعاشق ومعشوق. دي استمت السرير، ودي الدوسره. في كل شغلنا لازم نحتاج للدوسره دي، يعني عندنا في دمياط بنقول عليها دوسره، بره دمياط بتقال عليها كويلة، سواء في القاهرة أو في الخليج. دي بنثبتها كده. تانية بتثبت في الاسطمة كده، ترجع بعد المسمار بتبيت في السرير وبتضربها. كذلك في جنب الدولاب. الدوسرة ذكرت في القرآن لما كان سيدنا نوح بيصنع السفينة، في قول الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر.
كده الفتيح كمل لسه له المخادع كمان كده، اصبح ان الفتيح كله بيتركب بالدسر. هاتي طماطم يا مريم من الثلاجة كمان. المصفى بتاع الطماطم يا مريم. تعالي يا اختي، تعالي يا بيت، تعالي يا حبيبتي، تعالي 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 تعالي. الله يلا اشرب امه. دي بقى سعادتي، ببقى في منتهى السعاده وانا في وسطهم كده. دول احلى بقى حاجه بقى عندي، خلص كل تعب، دول بيضيعوا تعب اليوم كله. اقعد في وسطهم كده بيضيعوا له تعب اليوم كله. مريم ويحيى وياسين واحمد وخليل، دول بقى حبايبي، دي الدنيا واللي فيها بقى. وجيب حبه حبه لماما، حبه يلا نجيب عنب. يحيى حبيبي بلاش، يلا هم يلا مريم وحيى يلا ياسين، يلا ياسين واحدة واحدة بس، واحدة واحدة واحدة. أنا بقى اللي علمني الشغل ده وله الفضل في كده بعد ربنا سبحانه وتعالى، جوز الله يرحمه كان شغال نجار، فأنا كنت أخلص شغل بيتي وعلى بالليل كده انزل اقعد معاه شويه، فبعد الصنايعيه ما بيروحوا، فبيبقى جايب شويه خشب مقطعين بتاع، ما بيجي بدل ما يوطي يجيب الخشب، فانا كنت اوطي اجيبه له وانوله على المنشاره، اقف قصاده واشيل من قدام المنشار ارص في حاجه كده، ما يكون النجار مثلا ما هوش موجود يقول لي ورع الغرايه، اروح اولع الغرايه، يجيب الخشب ويقول لي امسكي عليا هاتوا قمطه اناوله اشوف القمط بيعمل ازاي القمط. مرة في مرة تعلمت، بدأت أنا أشد القمط زي بالظبط. بعد كده جاب لي، كان هو بيعمل، هو مسترجي فبيطلع الطبع بتاعة النجارة، فهو بيطلع الطبع، فأنا بتكون الطبالي بقى متغرية، أجيب الطبع أعلمها، وبعد كده بنخش بقى على المنشار أشوف هو بيقطع إزاي، بدأت أعمل زيه. مرة في مرة بدأت أعمل زيه. مرة بقى كنا قاعدين مع بعض، لقيته بيقول لي في، شفنا دسر، المكنه بتطلع دسر بتدخل من هنا سهله جدا ما فيش فيها اي حاجه. قلت له نجرب. قال لي على فكره مكنه الدسر دي وانا بشتغل فيها، قال لي ديت هتبقى اكل عيش ليكي وديت هتشتغلي فيها، هموت وانت هتشتغلي فيها. فعلا بعد ما مات حاولت بقى ان انا مره كده جبت الخشب بدات اشتغل، بدات اتدرب. مسمار يقع انزل اربطه، جنزير يقع اشوفه بيتعمل ازاي، بقيت انزل تحت المكنه اشوف الحركه بتاعه الجنازير وبتاعه التروس ماشيه ازاي، اقوم اشوفها، شفتها في الاول قبل ما اي حاجه تقع، علشان لو حصل لي حاجه اقدر اعملها بنفسي. من واحده اتعلمت اخلص شغلي ازاي، اخلص حاجتي ازاي، ما اعتمدش على حد. اتعودت بقى ان انا معايا دراعي، معايا دماغي، اشتغل اعمل حاجتي، اروح اتصرف، اعمل ده حاجتي بنفسي، ما اعتمدش على الغير. انا اول ما جيت اشتغل في الشغل ده، اول ما نزلت اشتغل واجهني مشاكل كتير، واجهت صعوبات كتير جدا بالنسبه لي، نظرات الناس وكلام الناس، ازاي واحده هتنزل تشتغل نجاره، ازاي واحده ارمله هتنزل تتعامل مع الناس، ما
هتروح تشتري خشب ازاي، ولا هتقف على المنشار ازاي، ولا كده عيب وما يصحش، ما خدناش على كده، ما عندناش حد يعمل ده، ما شفناش واحدة ست بتشتغل في الشغلانة دي. انت هتعملي شغلانة لوحدك، انت هتعملي حاجة لنفسك، انت هتعملي حاجة لوحدك كده، هتفرجي الناس علينا، حاجات من دي كتير جدا. تحديت الناس كتير. قبل ما اتحدى الناس تحديت نفسي، وقلت لازم اثبت لنفسي ان انا صح. الست لما تشتغل ما هوش عيب، الست تشتغل في اي حاجة، في كل حاجة تشتغل. في ستات بتشتغل سواقة، وفي عربجية، وفي عجلاتية. ببقى سعيدة جدا، خصوصا لما بكون رايحة بشغل واسلمه لزبونة بتستلم مني شغل، فتحين محل بتشتغل في نفس المهن اللي انا بشتغل بها، انا بصنعها وهي بتتاجر فيها. طبعا اتعرضت كتير جدا لمعاكسات، اتعرضت كتير جدا لنظرات مش حلوة، بس بشخصيتي والتعامل بتاعي معاهم اجبرتهم على احترامي، واجبرتهم ان هم يعرفوا ان الست لما تقف تشتغل تبقى زي الراجل بالظبط. ناس قالوا لي الشغلانه دي صعب عليكي، بلاش منها، ممكن تفتحي بوتيك، ممكن تفتحي بقاله. انا في ايدي صنعه، وعندي دماغ وعندي مخ، ليه ما استخدمش دماغي، ليه ما استخدمش شغلتي، ليه ما اشتغلش في شغلتي؟ انا ما احتاجش لحد، ولا احاول ان يعني حد يبص لي نظره الاحتياج. كان عندي عربيه بعتها، جبت المنشار واشتغلت مره في مره في مره، الناس بدات تعرفني، بقوا يبيعوا الشغل من عندي، بقيت انزل اودي لهم الشغل عندهم. 12 12 كده، 3 4 5 6 7 8 ماشي كده 25 25 في فرش كبيرة؟ في فرش وسط كبيرة، ما عادش بتعملوها؟ لا بنعمل، بس اللي معايا دلوقتي وسط. ده الوسط. عايزة صغيرة؟ خلاص ماشي. عايزة صغير؟ انا يا والله ولا اول ما تجهز هعمل، والله اول ما يجهز عندي القطاعة والله اللي هجيب لك شغل على طول. شغل في 14 بس ولا جميع المساء؟ 12 و13 و14. لازم 13، ما بعملش 13. لا ما لازم 12 و13 و14. خلاص ماشي باذن الله. خلاص ماشي، متشكرين جدا. طب خليك قاعده معايا، مش عايز اي حاجه، اي حاجه تتصل عليا وانا تحت امرك. السلام عليكم.
شرفتينا. انا اللي بصي انا النهارده شفتك النهارده يعني انا شفتك قبل كده في التلفزيون كنت بقول عليك انت في وسط اسود. انا برضو بشتغل في النجاره وزي كده بالظبط اعتبر في وسط اسود وبصراحه انا بشجعك جدا وبقول لك ربنا يعينك ويقويك يا رب. وانت كمان ربنا يعينك ويقويكي. المجال اللي انت فيه كمان مكان خطير. شكرا. اشتغلي نجاره في وسط رجاله يعني المجال ده بالذات ما فيش يعني الاسود فقط شغلي انا فيه رجاله وفيه سيدات انما انت لما تبقي حد واحد باول مره في الموضوع ده فده انا بحييكي قوي قوي. انا اللي بحييك جدا انا متشكره جدا الموضوع من بعض وبتمنى لك كل التوفيق وانا والله برب بالتوفيق ان شاء الله ويعين دايما تعيشي يا حبيبي. سعيده بيكي قوي. انا الاسعد وفي اي وقت ده مكانك وتشرفينا وانا زدني شرف ان حد محترم زيك زميلنا صعبه شرف للسيركت. انا متشكره جدا متشكره جدا 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 جدا. ايش يا حبيبي.